بكم في فيديو جديد وتوقعات جديدة لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي وتوقعات مهمة بتاريخ النهاردة 21/5 او نيس او ايار او ايا كان مايو، وهنتكلم عن مواضيع مهمة جدا وتوقع قالته ليلى عبد اللطيف وتحقق لموضوع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، رئيس ايران. قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها لهذا العام، يعني مش هجيب لكم توقع قديم، ولكن قبل ما نقول اي حاجة بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. قالت ليلى عبد اللطيف في توقعها، قالت احنا هنشوف شعب، بنشوف شعب بيحمل جثمان رئيسهم او قائدهم على الاكتاف في 2024 من خلال مأتم مهيب وحشود غاضبة، وهنشوف حشود غاضبة في الشارع تهتف باسمه وبترفع صوره عاليا. يعني هي حددت ان في رئيس هيموت او قائد، رئيس او قائد كبير جدا، وهيتشال على الاكتاف، وهيتشال على ايه الاكتاف، وده بسبب انه تم اغتياله. يعني ده يعني هي وصفت من خلال مأتم مهيب وحشود غاضبة وبيهتفوا باسمه وبيرفعوا صوره عاليا. من الواضح ان الموضوع هيتحقق، لان بالفعل تم اعلان الحداد 5 ايام، وده اللي اعلنه المرشد الروحي لدولة ايران خمينائي، وقالوا كمان ان جثمانه لسه واصل طهران، فاكيد هيبقى في جنازة كبيرة جدا مهيبة وفيها حشود غاضبة، لان في ناس بيقولوا ان الموضوع كان مدبر وان هم في حاجة حصلت. يعني في ناس بتقول ان العدو اللي انتوا عارفينه بطل الاشارات بتاعة الطيارة فخلى الطيارة تقع. من ضمن الحاجات كمان اللي لقيتها ليلى عبد اللطيف واللي هنشوفها في 2024 وهتكون خطيرة جدا جدا، حاجة او توقع بخصوص دول عربية واجنبية، عربية واجنبية، قالت هيحصل فيها حروب أهلية، ودي حاجة خطيرة جدا، حروب أهلية زي ما انتوا سامعين معايا. قالت كده في توقعاتها ان الانقسامات البارزة خلال 2024 هتكون بين عدة دول عربية وأجنبية، وهذه الانقسامات ستؤدي الى اشتعال شرارة حرب أهلية وصراع كبير يسبب القتال والدمار، وسنرى اعداد كبيرة من الناس تهرب الى اماكن امنة، بالاضافة انه سيكون عدد النازحين بالالاف. فده برضو من ضمن التوقعات المهمة اللي قالتها ليلى عبد اللطيف. في توقع اخر برضو قالته ليلى عبد اللطيف ان شايفة كارثة المجاعة، كارثة المجاعة بتضرب بعض الدول العربية، تضرب بعض الدول العربية، ربنا يستر طبعا يبعد عننا المجاعات والحاجات اللي زي دي. وسنرى روسيا بتساهم في دعم لبنان وغير لبنان من المواد الغذائية في المرحلة المقبلة. كمان شايفة حادث قطارات، يعني عندنا مشكلة قطارات، قطار وكمان طائرات غير موضوع الرئيس. يعني شايفة ان الحاجة المهمة اللي هتحصل في 2024 اليومين دول موضوع القطار والطائرات والكلام اللي زي ده. قالت حادثة قطار مؤسفة تؤدي او تؤدي بحياة الكثيرين، وسوف تكشف التحقيقات بان هذا الحادث مفتعل ومدبر بهدف اغتيال او قتل شخصية مهمة كانت على متن هذا القطار، وهو باوروبا او في بريطانيا بالتحديد. وايضا بالنسبة للطيارات قالت هنشوف حوادث طيارات كتيرة جدا في الجو، والموضوع ده هيبقى كتير قوي. شفنا لسه من يومين او تقريبا امبارح كان في طيارة المفروض كانت متوجهة الى سنغافورة وقايمة من لندن، حصل فيها اضطرابات جوية، في واحد مات، في واحد مات وفي اصابات بالعشرات في هذه الطيارة اللي اضطرت انها تخبط هبوط اضطراري في بانكوك قبل ما تروح سنغافورة. والموضوع ده عامل قلبان في بريطانيا نظرا ان الطيارة قايمة من لندن، فمحدش عارف الموضوع وايه السبب اللي حصل في الطيارة. وحوادث الطيارات خصوصا اللي هي الطيارة معينة اللي انتوا عارفينها بيونج يانج دي، ولا اسمها ده اسم كده، هي اللي عاملة المشاكل دي كلها.
معلش اسمها بوينج. ايوه اسمها بوينج، طياره بوينج دي اللي عامله مشاكل كبيره جدا اليومين دول وبتحصل بسببها حوادث كتيره. طب ايه كمان قالت لال عبد اللطيف في الفتره اللي جايه نعمل تركيز عليه علشان نبقى واخدين بالنا من التوقعات والحاجات اللي بتحصل حوالينا؟ قالت لال عبد اللطيف برضو في توقع اخر من ضمن الحاجات المهمه برضو اللي قالتها لال عبد اللطيف هي عن انفجار السفارات. برضو نركز شويه في الاخبار بتاعتنا على السفارات. وقالت لال عبد اللطيف في توقع اخر ان شايفه عمليه تفجير بتطال احدى السفارات في العالم وبتثير موجات من الاستنكار والقلق والحذر على بعض السفارات حول العالم التي اراها تحت اجواء هذا التهديد، وهي سفارات عربية اكثر منها اجنبية. وراح نترحم على سنة 23 في 24، للأسف الشديد هنترحم على 23 في 24 و 25 وكمان 26 حتى نهاية 2026، هنفضل نقعد نترحم على السنة اللي فاتت لان هيحصل فيها كوارث واحداث مؤسفة. حد يتخيل اللي حصل لرئيس ايران؟ محدش عارف الموضوع هيوصل لغاية فين والموضوع وراء ايه. كمان قالت ليلى عبد اللطيف انها شايفه زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون في خطر، بتمر بأزمة صحية حرجة مما يجعل الرئيس الفرنسي بيلازم زوجته طوال فترة علاجها، واتمنى لها السلامة. الحقيقة التوقع ده حصل بس مش لزوجة رئيس فرنسا، حصل لأسماء الأسد. أسماء الأسد النهاردة تم الإعلان بإصابتها بمرض سرطان الدم أو اللوكيميا، طبعا ربنا يشفيها. والموضوع مسبب طبعا حزن شديد جدا لكل السوريين، ناس زعلانة جدا هناك على زوجة الرئيس أسماء الأسد. ليها الكثير من الأعمال الكويسة جدا والخيرية للشعب السوري والغير السوري، والست محترمة الصراحة. تم الإعلان النهاردة إصابتها رسميا من حوالي كام ساعة بمرض السرطان أو اللوكيميا، يشفيها طبعا ونتمنى الشفاء لكل الناس اللي مريضة بهذا المرض اللعين. واللي قالت لالا عبد اللطيف بالمناسبة إن هيكون ليه علاج أو مصل قريب جدا، حتى قالت هذا التوقع في 2024. قالت كده عن مرض السرطان اللعين ان الطب والعلم يتوصلان، الطب والعلم بيتوصلان لمصل مضاد لجميع انواع الفيروسات حتى امراض السرطان، وبدون ترك اي اثار جانبية، بدون ترك اي اثار جانبية بهذا المصل على المرضى. وهذا المصل سيظهر ما بين 2024 و2025 وسيتم اكتشافه بالصدفة. وده اللي قالته ليلى عبد اللطيف في اكتر من حاجة، حتى قالت ان هيبقى في اكتشاف طبي مذهل لعلاج الامراض المزمنة والمستعصية منها الزهايمر خلال 2024، وهذا الاكتشاف سيعطي الكثير من الامان لكبار السن لتمضية ما تبقى من العمر دون معاناة من داء الذاكرة. وحتى هي قالت ليلى عبد اللطيف ان هيكون علاج السرطان فيما بعد عامل زي حبة الاسبرين، الناس بتاخده بدون ترك اي اثار، وهيبقى علاج شامل لكل انواع السرطانات. فده اللي نتمناه، ان هذا التوقع من التوقعات الكويسة انها تتحقق. بكده نكون انتهينا، شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونعمل لكم فيديوهات اكتر من توقعات ليلى عبد اللطيف. طبعا انا عارفة ان انتوا مستغربين هذا التغيير، ولكن التغيير ده مجبورين عليه علشان لازم نعمل تغيير في الفيديوهات كنوع الله اعلم بقى اللي بيحصل، بس احنا بنقول لكم احنا لازم نعمل اي نوع من التغيير على الفيديوهات بتاعتنا. فممكن البعض يشوفوا انه تغيير سلبي والبعض يشوفوا انه تغيير ايجابي، ولكن اللي يهمنا ان احنا نعرف الاخبار وما يحدث حوالينا من توقعات، واللي قالته ليلى عبد اللطيف وغيرها من المتوقعين في الفترة اللي جاية. شكرا لكم، اتمنى ما تنسوش دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم اختكم مريم من قناة مساء الاخبار.